السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الخبر اللي معانا النهاردة زي ما متعودين، أرجو اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من القناة. أما بالنسبة عن الخبر اللي معانا أو الفيديو اللي معانا، هو فيديو وليد صلاح اللي تعدى عليه المواطن الكويتي بالضرب. طبعا الفيديو ده تداول على مواقع التواصل الاجتماعي كتير جدا، واخر مستجدات الموضوع ده او الفيديو ده ان في مصري عرض على وليد صلاح. هو المصري ده اسمه حسن ابو ذكري، صاحب سلسلة مطاعم زاكس. طبعا هو عرض على الشاب المصري ده المقيم بالكويت، وقال ان هو ممكن ان هو يديله الراتب اللي بياخده في الكويت، وان هو ممكن يوظفه عنده، وكتب ده على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وقال ان هو الفيديو ده تبع الموظف اللي بيتدرب في الكويت، حسسني بعجز ورخص فظيع ومش قادر ابطل تفكير في الراجل ده وازاي قدر يسيطر على اعصابه واحترامي له لتفاني لعمله الزائد. واضاف كمان قال على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قال ونفسي بجد ما يتنزلش عن القضية لصالح الكويتي ده بأي شكل، وحتى لو اترحل مستعد ان هو العرض بقى اللي عرضوا عليه ان هو يديله نفس الراتب اللي كان بياخده في الكويت وينزل مصر، وهو هيشوف الكلام ده، يعني ياريت ان هو يشوف الكلام ده ويوصل له الكلام ده، عن يشوف كلامه يعني على الفيس، وان هو هيساعده وان هو هيشتغله عنده، هيديله نفس المرتب اللي كان بياخده في الكويت. وده كان العرض اللي عرضه حسن ابو ذكري صاحب سلسلة مطاعم ساكس على وليد صلاح. وبكده يكون خلص الخبر اللي معانا النهاردة، وارجو اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.